القعدة. ضيفتنا ست إيمان الضامن، مدربة في تحالف ألواني لجنة الأردن. تحالف ألواني هو انسجاما مع الدور القيادي الذي تلعبه المرأة على مختلف الأصعدة، وخصوصا في الآونة الأخيرة مع الأحداث والتغييرات الطارئة على المنطقة، أطلقت الحملة الدولية للمرأة WCI، وهي منظمة دولية غير حكومية تقدم الفرص للمرأة لتفعيل مشاركتها بالنشاطات العامة، اقتصاد، فعاليات سياسية وما إلى آخره، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان ألواني. رح نعرف عن هاي المنظمة أكثر، بس بالأول بدنا نرحب بالست إيمان الضامن. إيمان، ممكن بس هيك ناخذ نبذة عنك، لأنه ما شاء الله السيرة الذاتية تبعتك حافلة. شكرا لك، أهلا وسهلا فيكي. أنا إيمان ضامن، عندي خبرة بنكية فوق 20 سنة. آخر منصب وصلت له مساعد مدير عام رئيس المخاطر والائتمان، يعني وظيفة حساسة، بتاخذ قرارات الائتمان، بتاخذ توجه البنوك في المخاطر. بالإضافة لهذا الحكي، وطول حياتي أنا مقتنعة بدور المرأة أنه لازم يأخذ أكثر. فأنا في المجلس الأعلى لتجمع لجان المرأة الأردنية اللي هو برئاسة سمو الأميرة بسمة، وبملتقى سيدات الأعمال بالهيئة الإدارية نائب الرئيس. وطبعا بصفة بهاي اللي مش من هاي الوظائف وهاي اللجان اللي انت فيها موجودة في التحالف ألواني كمان. بالضبط، يعني من ضمن هذه الشغلات كان في تحالف ألواني اللي اعتبرته أنا فرصة كمان علشان نوصل ونوصل صوتنا بشكل أكبر، بشكل أعمق، بشكل أوسع، عشان نوصل للقاعدة، نوصل للمجتمع، وين مكان الست، الرجل، الأب، الأخ، الأخت، السيدة جوا الأردن، وطبعا من خلال تحالف ألواني اللي هو على مستوى الإقليمي. فدخلت معاهم في هذا المجال. نقدر نعرف أكثر عن التحالف ألواني؟ تحالف ألواني، لو إجينا على كلمة ألواني، هي نفسها الكلمة محببة، ألوان. إحنا عايزين نلون مستقبلنا، عايزين نغير، عايزين نوجه. هي فعليا ألواني، لو أخذناها بالإنجليزي اللي هي ALWANE، هي اختصار لActive Leaders for Women Advancement in the Near East. بالعربي لو إجينا نقول، هي بتقدر تقولي القادة، أي حدا بحب التغيير بنقدر نقول عنه قائد. القادة اللي ملتزمين، جادين، واعدين عشان يعملوا التغيير بالدور القيادي للمرأة في المجتمع. من الناس اللي بيشاركوا بهذا التحالف؟ التحالف زي ما عرفتي انتي، هو بداية هو تحت رعاية ومن Women Campaign International، عملوا هذا الدور، وهم دائما بيشتغلوا في هذه الأدوار. هالمرة تحالف إقليمي لدول الشرق الأوسط، 17 دولة، لو بديناهم من أفريقيا، المغرب، الجزائر، ليبيا، تونس، مصر، السودان، تعال على آسيا، بتيجي على لبنان، سوريا، يعني بس لظرفها هلأ، الأردن، اليمن، 17 دولة كلهم مشتركين. كلنا في عنا نقطة معينة أساسية اللي هي تغيير في الدور القيادي للمرأة. لو بتيجي تشوف المشاكل، لو بتشوف المعوقات اللي هي أمام الدور القيادي للمرأة، مهما اختلفت الجنسيات، مهما اختلفت الدول، مهما اختلفت اللغات، الثقافة، العادات، في أسباب أساسية هي بدها تشتغل عليها. فكلنا التحالف مع بعضنا حددنا هذه الرسالة اللي حتكون فينا، بس كل واحد أخذها بطريقة تمشي مع كلتشر وثقافته. هلأ الدولة اللي حتوصل إعلاميا للمجتمع اللي هي عايشة فيه أعلى صوت، ويصير الأويرنس، ويصير التوجيه، ويصير الكلتشر يحكي في هذا الكلام، أكيد حتكون هي السباقة. الموضوع حلو ممتع إنه هو لا يختصر على المرأة، يعني الدور اللي لازم ينشغل فيه في ألواني هو رجال ونساء، الرجال والنساء والشباب والخبرات والكفاءات، سواء سياسية، اقتصادية، مهنية، علمية، كل هذه الثقافات حتدخل مع بعضها عشان نبني هذا الصوت ونوسعه ويوصل لأكبر قاعدة في المجتمع. عملنا صفحات، ويمكن هلأ حيطلع على المقابلة بالشريط الصفحات اللي موجودة، الصفحات الإلكترونية، في عندك على الفيسبوك، في عندك على تويتر، في عندك موقع معين لألواني. كل شخص بيسمعنا، كل شخص بيشوفنا، كل شخص بنحكي معه بنقول له ادخل على الموقع وعبر عن رأيك، أعطينا قصة صارت معك،
فكرة طرأت على بالك، وجهة نظر إحنا بنحترمها وبنناقشك فيها. إحنا النقطة في موضوع ألواني اختلافه عن أي جهة عم تشتغل على دور المرأة القيادي في المجتمع اللي هو كل العالم بتحكي فيه، وإحنا في الأردن حقيقة اشتغلت الأردن كتير على هذا المجال من بداية سيدنا الملك وستنا الملكة وكل المؤسسات والجهات والوزارات والنواب والأعيان. لكن اللي عم بيصير إنه كل اللي عم بنحكى تيجي عن تطبيق الواقع ما بتلاقيه. طب ليش؟ إذا في إشي طالما السياسات رسمت هذا الكلام، إذا في تطبيقاتها في الكلتشر، في الثقافة، في الواقع. عشان توصل إلى كلتشر المجتمع لازم تخاطب كل واحد في المجتمع، تخاطب الست في بيتها، تخاطب الزوج، تخاطب رجل الأعمال، تخاطب المرأة، تخاطب الإبن، تخاطب الأخ، تخاطب الأخت. ألواني حتفتح هذا المجال. كيف راح تقدروا تخاطبهم؟ حنخاطبهم، فتحنا مواقع زي ما حكيت لك، المواقع ما عندهم مواقع، المواقع المقابلات زيكم لما بنحكي. كمان عملنا في نظام عندنا اللي هو المنتور والمنتيز، اللي هو التدريب الأخوي، الأخ الكبير مع الأخ الصغير. أنا بخبراتي وكفاءتي حكون أخ كبير، أكيد أخ أكبر، حيكون معاي شباب اللي هم الأخ الأصغر، نوجههم بيشتغلوا بحياتهم، بدهم حدا والله وقع في مشكلة بيقول له، بيتعرك بيتعلم. هذا الحكي حيوجهه في حياته، حيبني له كباسيتي عنده، وبنفس الوقت حيشوف في مرأة عمالها بتكون معه. لو كانت مديرته في الموقع مش حيتضايق، لو كانت زميلته وتسبقت عليه في الشغل وأخذت موقع أعلى مش حيتضايق، لو كانت والدته، لو كانت أخته حكت له فكرة حيتقبلها. هذا كليات اللي إحنا بنهدفه. أنا لما بحكي معاكي، لما بكون قاعدة في مجتمع وبحكي والله ألواني عمالها بتفتح، والله شوفي موقعها، ادخلي عليها، قولي أي فكرة بتخطر على بالك. الناس عايزة تعبر، الناس عايزة تحكي. طالما إحنا عم نتيح لهم المجال هذا، عم نبني القاعدة اللي تبني من الحوارات، من الكلام، من النقاشات، من الفيديوهات، من الصور، من القصص اللي هنعرضها. كل هذا حيطلعنا بالنهاية في خلاصة أسباب اللي عمالها بتعيق دور المرأة في القيادة. يعني أنا أحكي لك قصص من الواقع لما نحكي عن دور الواقع. أنا في مجال شغلي وفي البنوك وشفتها، وفي كل سيدة بتشتغل تيجي الست بتقول لك عدم تكافؤ الفرص. خدي رجل ومرأة تنين بنفس الخبرة، بنفس الشهادات، بنفس المعلومات، بكل الإمكانيات متساويين، مين بيختاروا؟ بيختاروا الرجل. الرجل لعدة أسباب. لعدة أسباب. أنا متأكدة إن هذه الأسباب هي زي ما بنحكي perception، هي اعتقادات. حيقولوا والله الست يمكن ما تقدرش تسافر، زوجها بمنحها، ظروفها، الست بدها إجازة أمومة بدها تأخذها، بدها تداوم في البيت وبدها تداوم، مش هتقدر تتأخر. صح. طب كل هذا اعتقادات. ليش أنا بقول لك اعتقادات؟ لأنه في كتير عنا حالات في الواقع العملي نجحت الست، كانت ناجحة في شغلها وناجحة في بيتها. طيب هدول اللي نجحوا مش هم نفس الستات؟ أعطوهم فرصتهم. تعالي لما بنيجي بنحكي على السياسات اللي انحطت على مستوى الدولة وعلى مستوى المؤسسات، بدكم انتو الستات اللي بتقولوا انها 50% نص المجتمع، وهي اذا بدنا نقول هي اللي بتربي النص الثاني فإلها حصة اكبر في المجتمع. هدول الستات خدوا فكرهم، خدوا رأيهم، هم بالنهاية هم المستهلكين، هم المساهمين، هم اللي بيصرفوا، هم اللي بيعملوا. يعني انا لما بدي اجي اعمل ترشيد كهرباء ولا ترشيد اقتصادي ولا ارفع الاسعار ولا انزل الاسعار، طب مين اللي بتصرف في البيت؟ مين اللي بتصرف لما بتطلع؟ المرأة. طب خدوا فكرها، اسألوها والله لو رفعنا هذا الجزء شو بيأثر على البيت عندك البادجت؟ ما هي ما بدهاش بالنهاية تخرب بادجت البيت لأنها صارت فاتورة الكهرباء على إشي. طب ما في عندها بنود تانية. خدوا طريقة تفكيرها، خدوا أشياءها في الموضوع وبناء عليه أرسموا لجنة، اللجان الانتخابية، دخلوا المرأة معاكم. كلنا بدنا مرأة تتغير، بس بدنا إياها نطبقها. معناته هون إحنا منيجي بخلاصة الحكي إنه رؤية جلالة الملك إنه مشاركة المرأة في كل المجالات الحياة، ومن هون بننطلق. أكيد سياسات الحكومات تختلف عن وجهة نظر جلالة سيدنا، لأنه أكيد لو إنه لأنه يعني بنقدر كنا شفناها في وزيرة واحدة بين 30 وزير
ما بتمثل، يعني هذه نسبة يعني عيب، يعني لو ما حطوا أحسن. أكيد. نفس الشيء مجلس النواب، يعني من هلأ نشتغل على السيدات اللي بدهم يترشحوا لأي انتخابات، مش بس قبل الانتخابات بشهرين نسمع عنهم، لازم نسمع عنهم قبل خلال 4 سنين، نعرف إنجازاتهم، شو بدهم يسووا، شو فكرهم، الواحد يقدر يدعمها. بس انت تنتخبي شخص بس لانه بقرب لفلان ولا علام، لا، انت بدك فكر، انت بدك فكر، تنتخبي فكر وليس بشخص، كان ست او رجل. اكزاكتلي اللي بتحكيه، بدك تنتخبي فكر. احنا ما عم نطلب شيء تميز، حتى الكوتا بدنا اياها في هالمراحل، مرحله مؤقته، وبعدين بدنا الفكر نفسه. انت طالما قادره تقنعي انا بدي اختارك، انا بدي اياك تكوني قائد عندي، انا بدي اياك توجهي. فعشان هيك احنا اللي عم نحكي إنه بالنهاية إحنا كلتشر مش سياسات، مش قوانين، هي كلتشر. لما أنت بتيجي بتحط السياسة وبترسمها، لكن لما بتيجي تطبقها ما بتطبقها صح. بتطبق الكلتشر تبعك. بتطبق الكلتشر تبعك. أنا بدي أشتغل على الكلتشر. هلأ يمكن ألواني تاخد وقت كتير، سنة وسنتين وثلاثة ليوصل، لأنه أنا عم بشتغل على القادة الجداد الشباب، اللي هو بعد شوي حيصير رب أسرة، اللي هو هلأ أخ، اللي هو هلأ ابن. هدول الناس لما بفكرهم تصير قناعاتهم بدور المرأة، وبإنها المرأة عندها فكر بيساعد على التغيير بوجه، هو نفسه حيتقبلها، بتقبلها في أي موقع حيكون فيه، موقع عملي، موقع نيابي، موقع وزير، موقع، كل هذه المواقع بتصير تقبلها. فألوان الحلو فيها إنها حتلون، حتشتغل، حتدخل كل الأفكار، كل المجالات اللي بتسمح لأي حدا يوصل له بتوصل له إياه. حتوصلوا للمحافظات؟ حنوصل للمحافظات. والحلو اللي أكتر كمان حتوصل إقليميا، يعني أنت كل ما كبرت الصوت وعليت الصوت وزدت الأصوات معاكي، بيكون أسلوبك في الضغط السلمي أقوى. لما الكل بيصير ينادي ونلاحظ انه في نقاط معينه محتاجين انه يكون، يعني لما يصير انه لازم انه المراه تكون موجوده في الوزارات. هلا ذكرتيني في نقطه، بيقولوا طب ما احنا مش شايفينها، مش موجوده، شايفين المجتمع الذكوري اكثر من ما شايفين المجتمع النسائي. المجلس الاعلى المراه عمل ويب سايت، صفحة، وطلبوا من كل السيدات اللي عندهم خبرات وكفاءات نزلوها مع هاي الصفحة. يعني لما بدك تعين يا مدير شركة، مديرة، بدك تعين موظفة، بدكم وزراء، ما بتعرفوش عن السيدات لأنهم طبيعتهم تواجدهم في الديوانيات، في العالم نقول الإعلامي، أقل من الرجل. في ويب سايت ادخلوا عليها، شوفوا هالكفاءات، نقوا منها، قابلوهم. والله أول مرة بسمعوا عن الويب سايت هذا. عن الويب سايت، وأنا يا ريت والله كانت معاي الويب سايت، مش معاي، ما أنا سوري مش حافظاها، بس إلا ما أعطيك إياها وتنزليها. إنه كل ست هي نفسها تبعت السي في تاعتها، تبعت معلوماتها، وأي حدا بده يعين يدخل على هالويب سايت ويشوف هالأسماء اللي موجودة. وظائف معينة، يعني مش أي وظيفة، مش يعني بخبرات. بالضبط، يعني بدنا خبرة كبيرة. خبرة. إحنا مش عمالنا بنطلب إنه إحنا يميزونا، إحنا بنطلب تساوي الفرص. أعطوني فرصتي زي ما بتعطوها للرجل، اسمعوني زي ما بتسمعوا للرجل. والله أم كيك بابل، ما يجيش الجندر، ما يجيش العنصر الجنس هو اللي يقرر في النهاية. أعطوا الفرصة للتنين في نفس المجال، وإن شاء الله مع هذا التغيير، مع هذا الفكر، إن شاء الله إنه نطلع بأشياء جديدة. يعني الدنيا هالأيام صعبة سياسيا، اقتصاديا، في كل هذا الظروف، خلي الفكر، خلي الفكر يظهر، استثمر في الفكر. بالضبط، موجودين، وهي في كفاءات وخبرات، اسمعوا لهم نص المجتمع، اسمعوا كيف بيفكر، كيف بيحكي، كيف بيراسل، كيف بخاطب. يعني أنا حتى في مرة من المرات، بحكم إني الباك جراوند تبعيتي اقتصادية، قلت إنه المرأة اللي ما بتشتغل في البيت بس بتربي جيل، بتربي أبناء صالحين، بتربي أبناء حيصيروا دكاترة ومهندسين ومتخذين قرارات في الدولة، طب هذا كله مش وقت؟ مش لازم ناخذ دخله في مجمل الناتج القومي؟ صح. اللي هو جزء من ساعات اللي كتير قضتها في العمل، في عمل إيش؟ عشان تنشئ جيل، عشان يكون إله قدرة على البيع. ألواني يعني خلال قديش رح نشوفها، نشوف زخمها؟ ألواني هلأ لسه إحنا بنت الفرق في الدول، والفرق حطت سياستها، حطت استراتيجيتها، وبدت إنها تطبقها. هلأ انفتحت المواقع الإلكترونية،
بدأت الحوارات، بدأت تنزل الأخبار. مع آخر السنة إحنا حقيقة صار في بشهر 5 اجتماعات على مستوى الدول اللي نقول عنها زي الأناونسمنت والإعلام عن ألواني. صار واحد في منطقة شمال إفريقيا، وواحد صار في الأردن للمنطقة اللي حوالينا، وواحد صار في دبي. هدول كلها كانت زي الإعلام الأول لألواني، وقديش وصلت الدول، وطبعا فتحت نتورك وشبكات اتصال وإعلام وثقافات بين كل الفرق اللي مشاركة. بشهر 11 حيكون في عنا مؤتمر إقليمي حيكون في الأردن. المؤتمر الإقليمي حتكون الفرق اشتغلت، ما هو أنت كمان يعني عشان ما تترك الأمور مفتوحة لازم تحطي لها أوتلاين. بشهر 11 المفروض تكون كل دولة جهزت اشتغلت أعلنت، يعني إحنا بدنا أدفوكاسي، بدنا حملة إعلانية، بدنا الكل يكون. كل ما أنت حكين زي ما قلنا إنه كل ما أنت وصلت صوتك أعلى بتكون قدرتك على التأثير أقوى وعلى التغيير أقوى. كل دولة حتشرح وحتحكي، وأكيد في مكافآت حتكون للدولة اللي قدرت تكون حملتها وصوتها وصل أعلى في العملية هذه، وبنفس الوقت حيكون فيها بريزنتيشن على الموضوع. فأنت بتحكي عن فرق في كل دولة، 17 دولة مع بعضها، مش سهل، مجتمعات مع بعضها، مش سهل، حلو، تحدي، بنفس الوقت awareness إعلام صوت أعلى لجوا الأردن لخارج الأردن للدول كلياتها علشان نوصل للدور القيادي للمرأة في الفعاليات الاقتصادية والسياسية. إن شاء الله، إن شاء الله موفقين، إن شاء الله نشوف ألواني عن قريبا صوتها بكل المحافظات وبالعاصمة، ونشوف التغيير اللي رح تحدث ألواني. إن شاء الله، إن شاء الله. شكرا لك ست إيمان الضامن، مدربة في تحالف ألواني. شكرا لك، شكرا كثير.